بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، كتب وفرض على عباده حج بيته الحرام، وأذن لمن أذن له أن يقدم إلى مكة والمشاعر العظام. أحمده جل جلاله وأشكره ولا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى صلوات ربي وسلامه عليه، خير من صلى وصام وطاف وحج واعتمر بالبيت الحرام صلوات ربي وسلامه عليه، وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، حجاج بيت الله الحرام، ففي سلسلة الحديث عن معاني الحج يبرز مقصد جليل ومعنى كريم تضمنته الآية الكريمة في الأذان للناس بالحج في سورة الحج. فإن الله سبحانه وتعالى لما أمر الخليل إبراهيم عليه السلام ببناء الكعبة ثم أمره بالأذان بالحج قال عز اسمه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يأتوك رجالا أي ماشين على أرجلهم مما قرب أو بعد من المسافات عن البيت الحرام، وعلى كل ضامر أي يأتون راكبين على كل ناقة وإبل. ضامر أصابها الضمور وهو الجوع والتصاق البطن بما عليها من شدة التعب والمسير والجهد وبعد المسافات من كل فج عميق. هذا الأذان في الناس بالحج الذي أمر به الخليل إبراهيم عليه السلام كان معلناً بما نصت به الآية صراحة، فقال سبحانه: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. اللام للتعليل، وهذا صريح في أن بناء الكعبة وأن الأذان في الناس بالحج هو لتحقيق هذا المعنى، لإقامة هذا المقصد الجليل، وهو مشتمل على أمرين سنقتصر على أحدهما في مجلس الليلة ونرجئ الآخر إلى مجلس يختص به إن شاء الله تعالى. ليشهدوا منافع لهم هو عنوان مجلسنا الليلة، وهو الذي ينبغي أن يكون واضح المعنى بجلاء عند كل الحجيج، لأنه ما قدم حاج يقول لبيك اللهم لبيك إلا جاء يريد أداء هذه الفريضة ويجيب النداء الكريم: وأذن في الناس بالحج. إذن ما جئنا لمقاصدنا نحن، ما جئنا لأغراضنا، ما جئنا لأهواء نفوسنا، جئنا لهذا المعنى الذي أمر الله تعالى به. فحقيق علينا إذن أن نتبين المعنى الذي من أجله أمرنا الله بالقدوم فقدمنا، وأذن الخليل إبراهيم عليه السلام فأجبنا، ونودينا فلبينا. جئنا لنحقق المعنى. أي معنى؟ ليشهدوا منافع لهم. هذه الآية الكريمة التي نتوقف معها الليلة ونتأمل في معانيها ونتلمس طرفاً من أنحائها ومراميها من أجل أن نعيش في رحلة حجنا معشر الحجيج تحقيق هذا المعنى الكريم: ليشهدوا منافع لهم. منذ متى قدمت مكة عبد الله وأنت والثالث؟ منذ اليوم أو يومين أو أيام أو أكثر؟ إنما جئت لتحقق هذا المعنى: ليشهدوا منافع لهم. أشهدت المنافع؟ قبل أن تقول نعم أو أن تقول لا، نحتاج إلى معرفة معنى الآية. ما شهود المنافع التي أراد الله جل جلاله أن يكون بناء الكعبة والأذان في الحج من أجل تحقيقها؟ ليشهدوا منافع لهم. ما هي المنافع؟ نقل المفسرون عن كبار أئمة السلف من التابعين فمن بعدهم في تفسير معنى قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم جملا عديدة
لكنها تدور على معان متقاربة مؤتلفة وليست مختلفة، ليشهدوا منافع لهم. فمنهم من قال المنافع هنا المناسك كعرفات والمشعر الحرام، وقيل المنافع التي أمرنا أن نشهدها ونحضرها بالحج هي العفو والمغفرة التي يكتبها الله لعباده الحجيج. ومنهم من قال المنافع المقصودة في الآية هي التجارة والبحث عن المكاسب والأرباح وتحصيل البيع والشراء، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في أداء المناسك بالحج. والمنصوص هناك أنها التجارات والأرباح والأموال، فليس يتعارض شيء من ذلك مع قصد الحج الأعظم، وهو ابتغاء المغفرة وطلب العتق من النار. أرأيتم هذه المعاني المتعددة التي ينقلها أئمة العلماء من المفسرين عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم، يجمع ذلك كما قال ابن العربي رحمه الله: يجمع ذلك كله من نسك وتجارة ومغفرة ومنفعة دنيا وأخرى. ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله ناقلاً عن ترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ليشهدوا منافع لهم منافع الدنيا والآخرة، منافع الدنيا والآخرة. أما منافع الآخرة فما هي؟ ما هي؟ رضوان الله عز وجل والعفو والمغفرة والعتق من النار وقبول الحج والرجوع كيوم ولدته أمه، وليس له جزاء إلا الجنة. قال رحمه الله ناقلاً عن ابن عباس رضي الله عنهما: أما منافع الآخرة فرضوان الله، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والربح والتجارات، وكذا قال مجاهد وغير واحد: إنها منافع الدنيا والآخرة، كقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. تأملوا عباد الله، لأن المقصود أنا وأنت، جئت للحج عن أي شيء تبحث؟ جئت لمراد الله، والله يقول ليشهدوا منافع لهم. هل وجدت المنافع؟ هل أصبتها؟ هل حصلتها؟ إن كان نعم فازدد منها، وإن لم تكن فأقبل عليها. أما منافع الدنيا يا كرام فمتعددة الأنحاء، أبرزها وأوضحها منافع الدنيا من التجارات والأموال والأرباح. فلا شك أن من قدم للحج قدم ومعه مال هي نفقة حجه، وربما قدم الحجيج ببضاعة من بلدانهم يبيعونها يبتغون بها منفعة وربحا ومالا يقتاتون به في رحلة حجهم، أو ينفقونه على أنفسهم، أو يستبدلون ذلك بهدايا وشراء يرجعون به إلى ديارهم. كل ذلك مباح. أما ترى جموع الحجيج تبيع وتشتري في الأسواق؟ إما أن يشتري حاجة أو يبيع حاجة قدم بها من بلده، فتعمر مكة حرسها الله أيام الموسم بازدهار التجارات والبيع والشراء وحركة الأسواق، لأن هذا جزء من معنى الآية الكريمة: ليشهدوا منافع لهم. ثم انظر كيف جعل الله عز وجل هذا المعنى لتحيا مكة بلد الله الحرام، ويتحقق فيها وعد الله الكريم ومنته العظمى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. جعل الله البضاعات تجبى إليها والثمرات تجبى إليها، مما يحمل الناس في أيديهم ومما يسوقه التجار في قوافلهم، فتبقى مكة على مدار العام وافرة الأرزاق عامرة الخيرات، لأنه لم ينقطع عنها وفود الحجيج والمعتمرين طيلة العام. فطالما بقي هذا البيت وطالما بقيت العمرة وبقي الحج وبقي من يقول في الدنيا لبيك اللهم لبيك محرما يأتي مكة، يتحقق المقصد العظيم: ليشهدوا منافع لهم. فتبقى الحياة قائمة بقيام هذا البيت العتيق وبلد الله الحرام. هذا معنى إذن التجارات والمنافع والأرباح. فلا يقعن في نفس حاج
شيء من الحرج أن يأتي ليبيع ويشتري في حجه باحثاً عن ربح وتجارة ومكسب، لا حرج. جئت ببضاعة من بلدك تبيعها، تبحث عن ربح فيها، لا شيء يمنعك. ولا تظن أن عبادة الحج تتناقض مع ابتغائك شيئاً من مكاسب الدنيا والأرباح والتجارات. ورفعاً لهذا الحرج جاءت الآية الكريمة في سورة البقرة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فابتغاء الربح والتجارة والأموال مطلب لا حرج فيه ولا يتنافى مع مقصد الحج الأعظم الذي جاءت به الحجيج تلبي إلى بيت الله الحرام. حجاج بيت الله الحرام، المنافع التي نبحث عنها في حجنا في جزء من معناها المنافع الدنيوية بهذا المعنى. فمن باع ثياباً واشترى عسلاً وباع تجارة وبضاعة وأجهزة واشترى مثلها أو غيرها في رحلة حجه يبحث عن ربح يرجع به إلى البلد، وتجارة يترزق بها ويقتات منها، كل ذلك لا حرج فيه، وهو جزء من معنى الآية ليشهدوا منافع لهم. إذن هذا من المنافع الدنيوية. وحتى لا تظن أن المنافع الدنيوية منحصرة في التجارات والأرباح والمكاسب، فإن من المنافع الدنيوية ما يحصل بين الناس في موسم الحج من تعارف ولقاءات ينشأ عنها تصاهر وأرحام، أو ينشأ عنها تجارة وشراكات، فهي أيضاً من المنافع الدنيوية. تأتي رحلة الحج فتسوقك الجموع إلى التعرف على إخوانك المسلمين من هنا وهناك، وتنشأ تجارة وشركة وعلاقة، أو مصاهرة وزواج ورحم تقوم بين هذا وذاك، فتعود جموع الحجيج من مكة وقد قامت بينهم أواصر التراحم والتصاهر والتعارف الذي اشتد به هذا المعنى، وهو جزء من المنافع الدنيوية. ألا وإن من أجل المنافع الدنيوية، من أجل المنافع الدنيوية التي نبحث عنها في حجنا ونقيمها في حجنا، هذا الاجتماع الأخوي الكبير، هذا التلاقي، هذا التعارف، هذه الوشائج الأخوية التي تربط المسلم من أقصى الأرض إلى غربها. فيأتي الناس من كل أنحاء الدنيا، عربهم وعجمهم، أبيضهم وأسودهم، صغيرهم وكبيرهم، رئيسهم ومرؤوسهم، يجتمعون. الآن وأنت جالس أخي عبد الله تلفت يمنة ويسرى لترى إخوانك من حولك من كل لون، من كل بلد، من كل ثقافة، من كل لغة. هذا والله يا إخوة معنى عظيم يبعث في النفوس المؤمنة عزة الإسلام وعظمة الإسلام. أما عزة الإسلام فلأنك تعرف عندما تأتي للحج وترى إخوانك يحوطون بك من حولك في الكعبة عند الطواف وفي الصفوف في الصلاة وعند رمي الجمرات وعلى صعيد عرفات وفي كل منسك من مناسك الحج وفي كل الأودية والفجاج والطرقات، تشعر أنك تنتمي إلى أمة عظيمة ليس يحدها جنس ولا لون ولا لغة ولا ثقافة. فإذا بالمسلمين أمة واحدة تفيء تحت راية واحدة، طالما قسمتنا الحدود الجغرافية وطالما اشتعلت بينهم الخلافات السياسية ومزقتهم الوقائع الحالية، لكن يأتي الحج ليثبت أن الأمة نسيج واحد متعدد الأشكال والألوان والأجناس والثقافات واللغات، اختلفوا في كل شيء لكنهم اجتمعوا في أمر واحد عظيم، هو هذا الدين الكريم الذي جعلهم الله عز وجل به إخوانا وجعلها نعمة يمتن بها عليهم سبحانه وتعالى. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ويقول مذكرا له بهذه النعمة: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. هذا التآلف، هذا الاجتماع يجعلنا نعيش في رحلة حجنا تراحماً، تآخياً،
تعاطفا، مودة ننثرها على بعضنا البعض، اجتماع كبير يجمع بعضنا ببعض لم نكن نعرفها من قبل، بل ترى وجوها وإخوة لك من بلدك الذي جئت منه، ما رأيتهم إلا هنا في رحاب مكة وعند الكعبة، ما جمعتكم دولة تجتمعون تحت جنسيتها، ولا بلد تنتمون إليه، جمعكم موسم حج عظيم، جزء من معنى الآية الكريمة ليشهدوا منافع لهم أمة الإسلام. هذا المعنى في الحج معنى جليل والله، تقشعر له الأبدان وتلتفت له الأنظار. ليست أمة الإسلام فحسب، بل والله إن أمم الأرض اليوم كافرها قبل مسلمها يندهش مما يرى من هذا الاجتماع والحشد البشري الهائل الذي يجمع أمة الإسلام كل عام في مكة أيام الحج، وإذا بالمليونين والثلاثة ملايين يلتقون في مكة، والله ما قدموا لتجارة يبحثون عنها، ولا مصالح دنيوية يرتجونها، ولا شيء من أمور الدنيا وحظوظها العاجلة جاءوا يحرصون عليها، إنما جاءوا قد تركوا دنياهم وتجارتهم وأموالهم وبلدانهم، جاءوا يعلنون إيمانهم لله واستقامتهم على دينه والتزامهم بأمره وإقامة الأركان في حياتهم، جاءوا يعلنون أنهم أمة مهما ضعفت أو استضعفت لا تزال فيها جذوة الإسلام حية يقظة في القلوب، تعظم شعائر الله وتؤم بيت الله وتطلب ما عند الله، منظر يثير الدهشة والإعجاب وترصده أعين العالم كله، وترقبه العدسات وتتابعه الملايين خلف الشاشات. ما هذا الاجتماع البشري الهائل؟ أمواج من البشر تطوف عند الكعبة، ومثلها تسعى بين الصفا والمروة، وأضعافها تلتقي على صعيد واحد في عرفات، قد تجردت كشفت رؤوسها، عرت أجسادها، التحفت بقطعتين إزار ورداء في مظهر ينضح والله تعظيما لله وإجلالا وافتقارا لرب الأرض والسماء. عظمة للإسلام تظهر في ذلك الموقف، عظمة تعود علي وعليك وعلى كل مسلم، أن دينا عظيما كهذا ألف الله عليه قلوب البشر فأتلفت وعرفت حقيقة حقه فقبلت وصدقت وأقبلت. عظمة والله يا إخوة لهذا الدين، لا تحتاج فيه إلى إثبات البينات وإقامة الحجج والبراهين. صدقني، هذه البشرية التي اختلفت في جنسياتها ولغاتها وثقافاتها، اختلفت في مذاق ألسنتها في طعامها وشرابها، طعام أهل الصين لا يناسب أهل الباكستان، وطعام أهل الجزيرة العربية أو الخليج لا يناسب أهل إفريقيا، وأهل إفريقيا يأكلون طعاماً لا يناسب أهل أوروبا، وقل ما شئت. ومثل ذلك في اللباس، نختلف في ألوان الألبسة، في مذاقات الأطعمة، نختلف في العادات والتقاليد، نختلف في أنماط الحياة، نختلف في كل شيء. لو أردت أن تجمع أهل بلدين أو ثلاثة أو عشرة دول مسلمة على لباس واحد يتحدون عليه لعجزت، ولو أردت أن تجبرهم على طعام واحد يكون قوتاً لجميعهم لن يقبلوا. تدري ما هو الأصعب؟ ليس أن تجمعهم على الطعام والشراب واللباس، الأصعب حقيقة أن تجمعهم على القيم والمبادئ والعقائد، هذه والله الصعبة، ومع ذلك جمعهم الله عز وجل. لا يقبلون الاجتماع على لباس واحد وطعام واحد، واجتمعوا على ما هو أصعب وأعظم، اجتمعوا على عقيدة واحدة تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليست عظمة؟ والله لو كان في الإسلام مثقال ذرة من ريب أو باطل أو شك لافتضح بين الخلائق، لانكشف عند تلك البشرية على اختلاف عقولها ثقافاتها اهتماماتها. يا رجل، يدخل في الإسلام كل أمم الأرض، وفيها الحضارات الزاهرة، وفيها التاريخ البشري العريق. أين أنت عن حضارة الصين؟ عن حضارة الهند؟ أين أنت عن حضارة العرب في العراق والجزيرة العربية والشام؟ أين أنت عن حضارة الفرس؟ أين أنت عن حضارة الروم؟ عن حضارة مصر والفراعنة؟ عن حضارة الأفارقة؟ عن حضارة كل شعوب الأرض، تاريخها العريق وحضاراتها الممتدة
في أعماق التاريخ لم تجد موضع إبرة تشك فيه في دين الإسلام، فأقبلت. وإذا بك ترى المسلمين من كل تلك الدول والثقافات والحضارات قبلت بهذا الدين وأقبلت. قف هنيهة، أين أنت الآن؟ أين أنت الآن؟ أين أنت جالس؟ أنت في المسجد الحرام، بينك وبين الكعبة رمقة بصر، وإذا هي حولك هناك تقام الصلاة فتتجه إليها ونصطف صفوفا مستديرين حولها. قبل 1440 سنة بالضبط خرج نبيكم صلى الله عليه وسلم من هنا مهاجرا، ما قبلته مكة ولا آمنت به ولا صدق به الناس. بالله من كان يظن أنه بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام الذي خرج بصحبة صاحبه الصديق أبي بكر رضي الله عنه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، خرج اثنين الله ثالثهما. من كان يظن أنه يأتي اليوم لتأتي الملايين ليس من خارج مكة، من كل أنحاء الدنيا تشهد أنه رسول الله حقا وأنه نبي الله صدقا، وتشهد أنه أدى الرسالة وبلغ الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، بل وتأتي تبحث عن خطواته في الحج، أين مشى، كيف وقف، كيف رمى، ماذا قال حين دعا، تأتم به صلوات الله وسلامه عليه، والقلوب ترف شوقا إليه، والعين تفيض دمعا والله حبا له وحنينا إليه عليه صلاة الله وسلامه. أرأيت إنها عظمة الدين؟ لو قلت لبعض عتاة قريش ذلك اليوم قبل 1440 سنة، لو قلت لأبي لهب أو أبي جهل أو عقبة بن أبي معيط أو أبي بن خلف أو أمية بن خلف وغيرهم من فراعنة مكة وعتاة قريش وصناديدها، لو قلت لهم مهلا هذا الذي خرج طريدا اليوم ستأتي البشرية كلها معظمة مؤمنة صادقة موحدة، تأتي هنا تقتفي أثره، تطوف بالكعبة على التوحيد، ويعود هذا الدين من بيت الله الحرام، بالله أكان يصدق أولئك العتاة الطغاة؟ لا والله، لكنها دارت الأيام، ليس إلى 1000 سنة بل بعد 8 سنوات من هجرته عليه الصلاة والسلام قدم مكة فاتحا يقود معه 10,000 إنسان يؤمنون به، ومكة كلها بجمعها وأحاليفها وأحزابها يوم الخندق بالكاد بلغت 10,000، وصحابته المؤمنون به في فتح مكة بلغوا 10,000. بعد سنة واحدة في السنة 9 أقبلت الوفود فأسلمت الناس. في السنة 10 بعد 2 سنين فقط من فتح مكة قدم ومعه 120,000. ويمر الزمان وتتسع دائرة الإسلام. أين الذين يحاربون الدين ويناهضون الإسلام ويريدون أن يطفئوا نور الله؟ أين هم؟ لقد بادوا وذهبوا، بقي الإسلام وساد. يا رجل اعتز بدين تنتمي إليه أكرمك الله به هو الإسلام، وارفع رأسك بكل عظمة فأنت مسلم تنتمي إلى دين عظيم جاء بالخير للإنسانية وبالرحمة لها وباستنقاذها من ظلمات الجهل والكفر إلى نور الهدى والحق، يخرجهم من النار إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لا يضرنك يوم يستضعف فيه الإسلام، ولا تظنن أنك ذليل لأنك مسلم. يأتي الحج فيبعث فيك معاني العزة من جديد، وترى الأمة كلها قد اجتمعت. أعلم والله أن في الأمة جراحا نازفة، وأن فيها بؤرا لا زالت تنضب ألما وتنطق جرحا، ولا زال فيها من مواطن الذل والاضطهاد حتى يكشف الله ما بالأمة من البلاء. لكن يأتي الحج فيذكي في النفوس روح العظمة والاعتصام بهذا الدين والثبات عليه. لا يضرنا فيها عداوة العدو ولا جهالة الجاهل ولا بغي الباغي، بل لا يزيدنا ذلك على ديننا إلا استمساكا وإلا ثباتا. استضعف قبلنا الصحابة بمكة،
أما شعرت أن رحلة الحج رسالة تقول لك عندما تأتي البيت الحرام وتطوف بالكعبة: ها هنا كان يعذب المستضعفون الأوائل بمكة، ها هنا ضرب عبد الله بن مسعود لأنه جهر بالقرآن حتى سقط مغشيا عليه، ها هنا سجد صلوات الله وسلامه عليه أكرم إنسان طاف وسعى وقبل الحجر وطاف بالكعبة، يسجد فيضع أشقى القوم سل الجزور على ظهره الشريف وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. تأتي فاطمة تبكي أباها، تمسح بيديها ما على ظهره وهي تبكي حزنا على أبيها نبي الله عليه الصلاة والسلام. من كان يظن أنه سيأتي اليوم تأتي هذه الملايين محتشدة تعظم رسول الله وتحبه، وكلها بلسان واحد تعلن الفداء لرسولها عليه الصلاة والسلام والاستمساك بسنته والثبات على دينه الذي لقي الله عليه وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة. حج عام حجة الوداع ووقف عليه الصلاة والسلام يخاطب الأمة وهو يقول عليه الصلاة والسلام: ألا هذا قد بلغت؟ ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكتها يقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، أشهد وتشهدون والله أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. مات صلى الله عليه وسلم وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يحيد عنها إلا مغبون جان على نفسه. ليشهدوا منافع لهم، من أجل المنافع التي نشهدها أمة الإسلام في حجنا كل عام إحياء هذا المعنى العظيم من عظمة الإسلام في نفوسنا. عظموا دينكم في نفوسكم لتعظمه أمم الأرض من بعدكم، لكن والله لن تقوم للإسلام قائمة العظمة إذا لا يزال فينا معشر المسلمين من يشعر في دينه بانتقاص وازدراء ودون. إياك ثم إياك أن يشعرك الشيطان أنك ضعيف لأنك مسلم، وأنك مضطهد لأنك مسلم، هو ابتلاء من الله. والله قد قال عن أصحاب الأخدود: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ماذا حصل؟ مات أصحاب الأخدود، أحرقوا جميعاً، حفر لهم النمرود أخاديد في الأرض فأشعلها ناراً وألقى فيها كل من آمن بالله وباسم الله وبرب الغلام. ثم كان ماذا؟ عاش النمرود ومات أهل الأخدود وأحرقوا جميعاً. جاءت الآية: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. انتهت القصة هنا، لكنها في ميزان القرآن ما زالت باقية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ما وصف الله في القرآن فوزا بالكبير إلا هنا. أي فوز؟ أي فوز وقد أحرقوا جميعا؟ أي فوز؟ هذا فوز الثبات على المبدأ وعلى الدين. هم في حسابات الدنيا خسروا المعركة، خسروا الجولة، أحرقتهم النار، لكنهم في ميزان القرآن حققوا الفوز الكبير. تدري ما الفوز الكبير؟ أن تأتي أمم البشرية من بعدهم إلى اليوم ونحن في القرآن نقرأ قصتهم فنستلهم منهم معنى الثبات على الحق والاستمساك بالدين، وأن الهزيمة في المعركة لا تعني خسارة القضية، وأنها لا تزال قائمة، ولا يزال الله عز وجل يجعل في هذه الأمة بقية باقية تثبت على الحق، لا يضرهم من خذلهم. هكذا وعد وبشر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال في الأمة طائفة منصورة ظاهرة باقية على الحق مستمسكة بالدين، لا يضرها من خذلها من خالفها، لا يعنيها كيد الأعداء ولا عداوة من عاداها وكاد لها، طالما وثقت بدينها وبربها جل جلاله. يا قوم، في المحج نستلهم هذه المعاني من جديد، نعيشها، هي جزء من معنى ليشهدوا منافع لهم. هذه المنافع التي نعيشها ليست بأقل من المنافع الأخروية التي تملأ نفوس الحجيج وقلوبهم ونياتهم ومقاصدهم. أعلم والله ما حج حاج ولا لبى ملب ولا قدم مسلم ولا مسلمة إلى بيت الله الحرام إلا وقد تعبوا وجهدوا
أعلم أنه في الأمة من عاش حتى شابت لحيته واحدودب ظهره يجمع القرش على القرش والدرهم على الدرهم ليجمع نفقة الحج فجاء يحج، وأعلم أنه لا يزال من ينتظر في الأمة أضعاف من حضروا، لا يزالون ينتظرون متى يأتيهم هذا الوعد الكريم ويتحقق لهم اكتحال أعينهم برؤية الكعبة وزيارة بيت الله الحرام ومسجد رسوله عليه الصلاة والسلام. تعلم أن ذلك كله يحدوهم فيهم شوق عظيم إلى أمر جعله الله خصيصة في بيته الحرام، هي دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام لما جعل زوجه هاجر وابنه الرضيع إسماعيل عليه السلام وحدهما في هذا المكان في هذا الوادي الذي لم يكن فيه بيت ولا إنس ولا شيء، وزوجه تسأل الله أمرك بهذا؟ فيقول نعم، فتقول إذن لن يضيعنا. يمضي عنهم خطوات خليل الله عليه السلام، فلما يتوارى عن أنظارهم شفقة عليهم وعلى ما يمكن أن تعتري الحالة البشرية من الخوف من المجهول والقلق بما ليس معلوما، يلتفت فيقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. تركهم لله فساق الله لهم الدنيا إليهم، ساق الحياة إليهم، نشأت هنا حياة من عدم، قامت حياة لأن بيت الله بني هنا، قامت حياة فجاءت البشرية، خرجت الناس من دورها من بلدانها تأم بيت الله الحرام، هي دعوة الخليل فاجعل أفئدة من الناس. قال مجاهد وعكرمة وغيرهم من المفسرين قال الله فاجعل أفئدة من الناس، ولو قال فاجعل أفئدة الناس لهوته اليهود والنصارى وقدم إليه كل البشر، لكن الله قال من الناس فكانت أهواء أفئدة المسلمين فحسب دون غيرهم من أصناف البشر. يحب الناس مكة والحرم وليس لهم فيه بيت ولا دار ولا عمل ولا تجارة، يقضون أياما بمكة، فلما تحين ساعة الوداع تفيض عيونهم حزنا على ماذا؟ على بلد عاشوا فيه 10 سنين من حياتهم، على شباب قضوه في بلد يوشك أن يغادروه، على أموال وتجارة تمتعت بها أرواحهم وحياتهم، على شيء من الدنيا سيخسرونه إذا فارقوا؟ لا والله، يحزنون على فراق بيت تعلقت به القلوب، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. لو رأيت جموع الحجيج وأنت أحدهم عندما يحين طواف الوداع، والله إن دموعهم لتغسل وجوههم وصدورهم حزنا على فراق بيت الله الحرام، أشد مما حزنوا لما فارقوا الزوجات والأولاد في بلدانهم عند قدومهم للحج. وإن تعجب فلا تعجبن من أمر جعله الله ركيزة في قلوب عباده من أجل أن تبقى لهذا البيت أرواح المسلمين تهفو إليه وتحن إليه. قال الله عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة يعني مكانا تثوب إليه النفوس فلا يملون ويحنون ويشتاقون إليه كلما غادروه. تظن أنك ستشبع من مكة لو جلست فيها زيادة أيام؟ تظن أنك تشبع من مكة لو كتب لك الحج 1 و2 و5 و10؟ والله لن تشبع، ولو حججت 60 سنة لن تشبع، ولو مكثت فيها عمرك كله والله لن تمل، لأن الله قد أجاب دعوة الخليل فقال سبحانه وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، لا يملون منه، يترددون على الدوام ونفوسهم تزداد إليه شوقا كلما تكرروا عليه. ليشهدوا منافع لهم، إن كانت هذه منافع الدنيا وجعل الله بها قيام الحياة في مكة وملأ النفوس بهذه المعاني فتأتي مشاعر الحج وشعائره لتجعل في النفوس المسلمة مزيدا من الاعتزاز بدينها، مزيدا من الاستمساك بعظمة ما أكرمها الله به من هذا الدين، فإن المنافع الأخروية هي التي تتفجر لها الأشواق في النفوس، والتي تحمل على تحمل المصاعب وكل المتاعب وما يجده الحجيج في رحلة حجهم، يبذلون من أموالهم
وأحدهم يؤثر هذا المال ليكون نفقة الحج، وقد كان بوسعه أن يكتري بها تجارة ويشتري بها دارا وأن يوسع به في متاع في منافع حياته، لكنه استقطعها من حر ماله على حب ورضا واختيار، لأنه يأتي لحج بيت الله الحرام، فضلا عما قد يجد في رحلة حجه من تعب ونصب، من طول انتظار أو مشقة سفر، من إرهاق وإعياء وإغماء وجوع وعطش، كل ذلك عندهم محتمل. تدري لما؟ لأنهم يبحثون عن أجور عظام، أعظمها أنهم يكملون أركان دينه. فطالما صلى أحدهم وصام وزكى وطالما فعل الأركان ما بقي له إلا الحج، فإذا أتى يشعر أنه قد أقام دينه على أركانه الخمسة، فتمت له حياته في الإسلام على أركانها على التمام. وينتظر أيضا بشغف في رحلة حجه أن يصيب الوعود الكريمة، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ما جاء والله إلا للجنة، ولا يريد إلا الحصول عليها، ولا يطمع إلا في أن يكتبه الله من ساكنيها، ثم لا عليه بعد ذلك أن يرجع إلى دنياه، فليبقى من عمره ما بقي. طالما أصاب حجا مبرورا، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي وعد آخر يقول عليه الصلاة والسلام: من حج، وفي لفظ: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه، ينتظر تبييض الصفحة والخروج بسجل أبيض ناصع ليس فيه ذنوب الأمس ولا معاصي الماضي ولا السيئات ولا الصغائر ولا الكبائر ولا الفواحش التي أصابها وألم بها، يخرج أبيض نقيا كيوم ولدته أمه، في تشبيه عجيب بديع، فيه البراءة من الذنب، فيه الإقبال على حياة جديدة ملؤها الطهر والصفاء والنقاء والعفة والرضا من أكرم الأكرمين. ينتظر الحجيج من المنافع الأخروية أجورا عظاما، أجل والله، فإن المقدم على رحلة الحج واقف على بحر لا ساحل له من الأجور والحسنات والهبات. تفرقت نصوصها وما زال الإسلام يغرينا، والنبي عليه الصلاة والسلام يحثنا ويحفز في النفوس المؤمنة مزيدا من الأجر والثواب. عبد الله، تعرف أنت تحج ما لك من الأجر عند الله؟ تعرف ما ثواب طوافك؟ تعرف ما ثواب سعيك بين الصفا والمروة؟ تعرف ما لك وأنت تصلي عند الكعبة؟ تعرف ما أعد الله لك وأنت تحلق رأسك وأنت ترمي الجمرة وأنت تذبح الهدي وأنت تقف بعرفة؟ يا كرام، النصوص في هذا وافرة، جاءت متفرقة متناثرة، حسبكم منها ما أعد الله لأهل الموقف يوم عرفة. خير يوم طلعت عليه الشمس، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ إظهارا لعظمتهم يباهي الله بنا أهل الموقف ملائكة السماء، يباهي بنا خلقا من خلقه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ونأتي أنا وأنت أصحاب الذنوب والخطايا والصغائر والكبائر واللمم، المقصرون المفرطون الضعفاء الحقراء، ثم نبلغ موقفا عظيما يوم عرفة أن الله يباهي بنا ملائكة السماء. سبحان الله، ينتظر الحجيج ذلك اليوم رجاء العتق والعفو والمغفرة، رجاء نيل ما عند الله، فيخرجون بعفو وصفح قد بدلت سيئاتهم حسنات، واستبدلوا من حياتهم صفحات بيض، فأقبلوا على رب كريم وعفو ومغفرة. ليس هذا فحسب، النصوص المتناثرة في فضائل الحج وما أعد الله لأصحابه جاءت على كثرتها مجموعة في حديث أخرجه ابن حبان في صحيحه وصححه الألباني رحم الله الجميع، في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، فسلم ثم قال: يا رسول الله، جئنا نسألك. فقال: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألان عنه فعلت.
وإن شئتما أمسك وتسألاني فعلت. فقال أخبرنا يا رسول الله نزدد إيمانا ويقينا، يعني بل أنت أخبرنا ونعلم أن الله يخبرك ويطلعك، فليكن إخبارك لنا عما جئنا نسأل وغيبنا في صدورنا لنزداد إيمانا ويقينا. فقال الثقفي للأنصاري سل، فقال أخبرني يا رسول الله، يعني أخبرني ماذا كنت أريد أن أسألك. فقال عليه الصلاة والسلام جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، وعن رميك بالجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه، وعن حلقك رأسك وما لك فيه، وعن طوافك بالبيت بعد ذلك وما لك فيه، يعني طواف الإفاضة. قال والذي بعثك بالحق نبيا لعن هذا جئت أسألك، صلى الله عليه وسلم. فقال صلوات الله وسلامه عليه، واسمعوا معشر الحجيج وافرحوا، وحق لكم أن تفرحوا، وطيبوا نفسا بهذه الأجور العظام، وأبشروا بخير عظيم من رب كريم. يا قوم أنتم ضيوف عند الله في بيته، أنتم وفد قادم على رب كريم في رحاب بيته، والرجل من البشر الكريم المعروف بالبذل والعطاء والسخاء، إذا دخلت الناس داره فلا يخرجون والله صفر اليدين، هذا وهو مخلوق مثلهم كريم معروف بالبذل والعطاء، فما ظنك بالخالق جل جلاله بأكرم الأكرمين بملك الملوك، تدخل عليه وتأتي بيته الحرام ثم تخرج خالي الوفاق؟ لا والله، ما أحسن عبد ظنه بالله إن كان يظن أن شيئا من مطالبه وحاجاته ومقاصده ستبقى محروما منها ولم يصبها، وقد جاء ودخل بيت الله الحرام. الحجاج والعمار وفد الله، يقول عليه الصلاة والسلام الحجاج والعمار وفد الله، أنت حاج، أنت معتمر، هنيئا لك، والله لقب هو أشرف لقب تحمله في حياتك، صدقني إن علت بك المناصب وارتفعت بك المراتب وتبوأت في الدنيا أجل الوظائف وأعلاها وأشرفها، والله لا تساوي شرف اللقب بأن تكون يوما من وفد الله. يقول الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه لما قالوا أذن في الناس بالحج، فأجابوه فقالوا لبيك وأقبلوا، لبيك اللهم لبيك، دعاهم فأجابوه، قال وسألوه فأعطاهم. هذا وعد يا حاج، هذا وعد من الله أن يعطيك ما سألت في رحاب بيته الحرام. قال وسألوه فأعطاهم، انظر إلى كرم الله، يعطيك ويبذل ويسخر لك ويهيئ لك ويمنحك الصحة والعافية والمال ويسخر لك الأسباب، ثم تأتي فيجعل هذا عملا لك يشكرك عليه. يقول دعاهم فأجابوه، والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، سبحانه الفضل فضله والخير خيره والأمر أمره والعبد عبده، لكن الله كريم يعطينا ويسخر لنا ويأذن لنا أن نقدم ثم يشكرنا سبحانه. لأنهم أجابوا، قال دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، كأنه يقول لك كما أجبتني عبدي وأجبت دعوتي أجيب دعوتك إذا سألتني. دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فاسمعوا إلى أجور عظام تبتهج لها النفوس وتستروح وتعظم وتعرف حقيقة عظيم ما حباها الله تعالى به في رحلة الحج. هذا جزء من معنى ليشهدوا منافع لهم، هذه المنافع الأخروية التي يبحث عنها الحاج في حجه وينشدها في رحلته ويبحثها في كل خطوة من خطوات مناسكه. يقول صلوات الله وسلامه عليه فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام فلا تضع ناقتك خفا ولا ترفع إلا كتب الله لك حسنة ومحى عنك به خطيئة. يوم كانت الناس تحج على الجمال
من أبعد المسافات، ما رفع بعيرك خفاً ولا وضع آخر إلا كان بك به حسنة ويمحو الله عنك به خطيئة. اليوم لا جمال نركبها ولا خفاف ترفعها الإبل، لكنها مسافات بعيدة وطائرات وأموال تبذل، تظن أن لا أجر لك بها عند الله، تظن أنك ما أنفقت وما ركبت وما ذهبت وما أتيت ليس يحسب لك عند الله. إن كان بعير في رحلة الحج يرفع خفاً ويضعها فيكتب الله لك بها أجرها، فما ظنك بالمشاق، بالمتاعب، بالمصاعب، بالإجراءات، بالساعات التي انتظرت، بالمحطات التي فيها وقفت، بالأموال، بكل ما بذلت، أتظن أنه يضيع أجرك عند الله؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، فلا تضع ناقتك خفاً ولا ترفعه إلا كتب الله لك حسنة ومحى عنك به خطيئة. قال في رواية: وأما طوافك بالبيت فإنك لا تضع رجلاً ولا ترفعها إلا كتب الله لك بها حسنة ومحى عنك بها سيئة ورفع بك بها درجة. كم خطوة خطوت في طوافك في سبعة أشواط؟ أتتعب إن طفت من بعد بالكعبة فطال بك الطواف؟ أتظن أن المشقة زادت وطال الوقت لتنهي سبعة أشواط؟ لا تمل، كل خطوة ترفعك درجة وتحط عنك خطيئة وتكسبك حسنة. وفي حديث آخر صحيح يقول عليه الصلاة والسلام: من طاف بهذا البيت أسبوعا ثم صلى ركعتين، أسبوعا يعني سبعة أشواط، كان له أجر عتق رقبة. قال هنا في الحديث: وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام، وهو أنفس الرقاب وأعلاها وأعظمها أجرا، يكتب الله لك بها أجرها بعد فراغك من الطواف بصلاة الركعتين. يقول صلى الله عليه وسلم: وأما طوافك بالصفا والمروة فكعتق 70 رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله تعالى يهبط إلى السماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة، يقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق، يرجون، وفي رواية يرجون جنتي، يرجون رحمتي ومغفرتي، فلو كانت ذنوبكم عدد الرمل أو كعدد القطر أو كزبد البحر لغفرتها. وفي رواية: فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. وفي رواية أخرى: وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل يقول لملائكته: يا ملائكتي ما جاء بعبادي؟ قالوا: جاءوا يلتمسون رضوانك والجنة. فيقول الله عز وجل: فإني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت لهم ولو كانت ذنوبهم عدد أيام الدهر وعدد رمل عالج، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. قال صلى الله عليه وسلم: وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها كبيرة من الكبائر الموبقات الموجبات. وفي رواية: وأما رميك الجمار، قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأما نحرك فمذخور، وفي رواية: مدخور لك عند ربك، يعني لا تسل عن ثوابه، فإنه يرتجى لك يوم تلقى الله كرامة وجزاء عظيما عند الله. قال: وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة ومحى عنك خطيئة. قالوا: يا رسول الله، فإن كانت الذنوب أقل من ذلك، يعني ماذا لو كانت ذنوب أحدنا أقل من السيئات التي يمكن أن يصيبها بعدد شعره ووقوفه وطوافه وخطواته؟ قالوا: يا رسول الله،
فإن كانت الذنوب أقل من ذلك قال إذن يدخر لك ذلك في حسناتك، لا يضيع لك شيء عند الله. في رحلة حجك أنت وافد كريم على أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: وأما طوافك بالبيت الحرام بعد ذلك، يقصد طواف الإفاضة عليه الصلاة والسلام، فإنك قال: وأما طوافك بالبيت الحرام بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، لأنه قد قدم من عرفة وأتى يوم النحر وخرج مغفورا له. قال: فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يده بين كتفيك ثم يقول: اعمل لما ستقبل فقد غفر لك ما مضى. وفي رواية: فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. رواه الطبراني في المعجم الكبير، والبزار في مسنده واللفظ له. وقال: وقد روي هذا الحديث من وجوه ولا نعلم له أحسن من هذا الطريق. قال الحافظ المنذري: وهي طريق لا بأس بها، رواتها كلهم موثقون. ورواه ابن حبان في صحيحه، وذكره الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب، وقال: حسن لغيره. يا كرام، ليشهدوا منافع لهم، منافع دنيا ومنافع أخرى تجتمع لكم في رحلة حجكم. أراد الله أن تكون رحلة فريدة تصيب به من مقاصد دنياك وأخراك عبد الله، تحصل بها لدنياك وأخراك ما لا تجدوه في رحلة أخرى في الحياة. الناس في رحلات الحياة إما لاستجمام وترويح، وإما لتجارة وادخار، وإما لبحث عن علاج، أو لدراسة، أو حصول على شهادة، أو شيء ما من مقاصد الدنيا. فربما اجتمع للواحد في رحلته، في سفرته، قصدان أو ثلاثة: زواج وتجارة، دراسة ونكاح، وشيء من ذلك يجتمع هنا وهناك. لكنه لا والله لا يجتمع لعبد في رحلة على وجه الأرض في الدنيا شيء يجتمع له من منافع الدنيا ومنافع الآخرة كمثل ما يجتمع في رحلة الحج. أشعرت عبد الله أنك لما ارتحلت من دارك، من مدينتك، من دولتك، وأقبلت إلى بيت الله الحرام، أنك تشهد رحلة فريدة في عالم الأسفار؟ أنك تشاهد بعينيك وتلمس بيديك وتخط بقدميك باباً عظيماً فريداً لا يعرفه الإنس والجن؟ لما لا، وهي رحلة إلى حج بيت الله الحرام، فيها قصد للكعبة وطواف بها، فيها سعي بين الصفا والمروة، فيها وقوف بالمشاعر العظام حيث وقف الأنبياء ونبينا صلى الله عليه وسلم، فيها طلب العفو والمغفرة، فيها الاستمتاع بلذة العبادة بين يدي رب الأرض والسماء، فيها عبادة تجتمع فيها العبادات. في الحج نصلي ويصوم من صام، في هذه الأيام المعلومات، ويتصدق من تصدق، ثم يحج ويطوف ويسعى. يجتمع في الحج أمهات أركان العبادات تماما، فيجعل الحاج في حجه نصب عينيه أنه في رحلة حجه في غمرة يتقلب فيها عبودية لله بما أحب الله من العبادات. ثم هو لا يكتفي بذلك، فيملأ ما بين الأركان والواجبات ذكرا كثيرا لله، واستغفارا عظيما، وتسبيحا، وتهليلا، وتكبيرا، وتحميدا. ينغمس في رحلة حجه في أيام معدودات، ينغمس في منبع من الخير والبركة من العبودية لله. حقه والله أن يخرج من رحلة حجه عبدا تقيا، نقيا، طاهرا، صافيا. لما لا، وقد شهد في رحلة الحج أو خاض بحرا من الحسنات لا ساحل له، يقبل فيقترف حسنات من هنا وهناك، يمنة ويسرة، قائما وقاعدا، هو في كل باب، في كل لحظة، في كل خطوة يعيش موسما عظيما حافلا. مهما قلنا يا كرام في معنى شهود المنافع، فالمقصد الأكبر أن تبقى القلوب منفتحة، مستشعرة أنها في رحلة حجها تعيش سمواً والله وارتقاءاً، تعيش كرامة من الله وإكراماً،
يجعلك تعيش أيامك التي تقضيها بجوار البيت الحرام أو بجوار مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، تعرف أنك تعيش أنفاساً نفيسة وساعات شريفة، وأنك تمر بك أيام لا مثلها في الحياة أبداً، والله مهما امتدت بك الحياة. اذهب وتعال وتنقل في كل مراحل الدنيا بكل خيراتها بكل حسناتها، لن تجد متعة في الحياة كمتعة رحلتك في حجك إلى بيت الله الحرام. عش هذه المتعة بكل أحاسيسك، واجعل قلبك ينبض تعظيماً لرب أكرمك وأتى بك وأوفدك وأكرم عليك وأنعمك ويسر لك وهيأ لك، ثم ها هو سبحانه وتعالى يغريك بالحسنات والثواب والأجور العظيمة، ويجعل لك في كل شيء تبذله في نفقتك في ذكرك في خطواتك في رميك في حركاتك في سكناتك، يجعل لك بكل شيء تفعله في حجك أجراً وثواباً. يريد الله لك أن تنصرف بذنب مغفور، بحسنات كالجبال لا عد لها ولا حصر. يريد الله لك أن تنصرف وقد غفر لك وعفى عنك لأنه أكرمك وأتى بك. أتظن أنه أكرمك وأتى بك ليحرمك؟ لا والله، لو أراد أن يحرمك لمنعك من القدوم، لما أذن لك بالمجيء. تفاءلوا وأقبلوا وأبشروا، فأنتم في رحاب بيت الله الحرام وأنتم قرب كعبته المعظمة، فاجعلوا هذا نصب أعينكم، وليكن كل هذا معشر الحجيج عونا لكم على غلبة الشيطان. إي والله، آن أن يدحر الشيطان في مثل هذه الأيام، في مثل هذه المواقع، في مثل هذه البقاع. أخرجوه من حياتكم وانزعوا خطواته من طريقكم، واستبدلوا خطة حياتكم بما هو أجل وأكرم وأعظم. ربك الذي هيأ لك وأعانك وفرح بك وأتاك وباها بك سبحانه جل وعلا، هو الذي يأمرك أن تعصي الشيطان وأن تخالف الهوى والنفس الأمارة بالسوء. لا يكونن أحدكم بعد ذلك كله في رحلة حجه لا يزال للشيطان موضع حظ من ذنوب ما زال قائما عليها، وخطايا لا زال يلم بها. أعرف أننا لن نعيش معصومين، لكن إن لم تكن فرصة الأيام التي يقضيها الحاج في رحلته بمكة، إن لم تكن منعطف خير يعود به على نفسه لينزعها من هواها، فهذه قوة إيمان يستعري به اليوم على كل شيء أضعفه في طريقه إلى الله، وينزع من قلبه كل شهوة حرام، وينزع من حياته كل مكسب حرام، ويعلنها توبة صادقة لله وقد أكرمه الله وقد جاء به إلى بيته الحرام، فيجعل ذلك عوناً له على الثبات في الخير وعلى النزوع عن طريق الضلالة والشر والغواية، ومع ذلك يسأل ربه مزيداً من الثبات والاستقامة والعون والخير. اللهم فإنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، كما أكرمتنا وهيأت لنا ويسرت لنا وأعنتنا وأوفدتنا إلى بيتك الحرام، أن تعيننا إلهنا وخالقنا، أن تعيننا وأنت أكرم الأكرمين، وأن تيسر لنا على إتمام الحج بيسر وخير وعفو وعافية. اللهم أتم لعبادك الحجيج حجهم، ويسر لهم بخير إتمام نسكهم. اللهم تقبل منا ومنهم، وأعنا وأعنهم، ويسر لنا ولهم. اللهم من أكرم وفدك فأكرمه، ومن أعانهم فأعنه، ومن حفظهم فاحفظه، ومن يسر عليهم فيسر عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هؤلاء حجاج بيتك الحرام قد أتوك من كل فج عميق، يشهدون أن لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم، أقبلوا ملبين خاشعين، ضارعين مخبتين مفتقرين. اللهم فآت كل سائل منهم سؤله، وحقق لكل مؤمل فيك ما أمله. اللهم اشرح لنا ولهم الصدور، ويسر لنا ولهم الأمور. اللهم أعنا وإياهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اجعله يا رب حجاً مبروراً لا رياء فيه ولا سمعة، واجعله يا رب حجاً عامراً بتعظيمك وقلوباً خاشعة لجلالك وعظمتك. اللهم أكرمنا فيمن أكرمت من حجيجك هذا العام،
واقبلنا في المقبولين منهم يا حي يا قيوم. لا تصرفنا ربنا من رحاب بيتك الحرام والمشاعر العظام إلا وقد غفرت ذنوبنا ومحوت أوزارنا وبيضت صحائفنا وثقلت موازيننا. يا كريماً ما أعظمك، يا جليلاً ما أرحمك، يا عليماً ما أعظمك. اللهم ما عبدناك حق عبادتك، اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلِّ يا ربي وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد.